السلام عليكم ورحمة الله. أنا المدرس حسين البشايرة من CGE. اليوم سوف ندرس عن ضمائر الوصل relative pronouns في اللغة العربية الفصحى وفي اللغة العامية العامية الأردنية. في البداية سوف نأخذ ضمائر الوصل في اللغة الفصحى. في الفصحى عندنا أربعة ضمائر وصل. الأول هو الذي، نستخدم الذي مع المذكر المفرد. على سبيل المثال نقول الكتاب الذي قرأته مفيد. الكتاب مذكر وهو مفرد. ثانيا نستخدم الذين، الذين مع المذكر الجمع، المذكر الجمع. ثالثا عندنا أو لدينا التي، نستخدم التي أولا مع المؤنث المذكر وأيضا مع الجمع لغير العاقل non-human plural. مثال الكتب التي قرأتها مفيدة. الكتب جمع، مفرده كتاب وهو غير عاقل. أخيرا عندنا اللواتي، نستخدم اللواتي ضمير الوصل هذا مع المؤنث الجمع العاقل human feminine plural. نعم، هذه أربع ضمائر وصل في اللغة العربية الفصحى. ماذا عن العامية؟ في العامية يختلف الأمر، فنحن نستخدم ضمير وصل واحد. في العامية نستخدم ضمير وصل واحد لكل هذه الضمائر التي ذكرناها، وهو الضمير illi. مثال البنت illi تدرس طالبتي. نكتب المثال. مثال آخر لكتاب illi قرأته مفيد. إذن في المثال الأول البنت illi بتدرس طالبتي. في المثال الثاني الكتاب illi قرأته مفيد. البنت مفرد ومؤنث، الكتاب مفرد غير عاقل، ومع هيك
بستخدم ضمير وصل واحد في العامية وهو اللي. أيضا بستخدم ضمير وصل اللي بمعنى على سبيل المثال منقول في الجمل الشرطية. So it means a conditional, you know. So بقول اللي بدرس بنجح. Who studies hard will pass. خلوني أكتب المثال. إذن كتبنا اللي بدرس بنجح. Who studies will pass. أيضا نستخدم اللي بمعنى what. What مش اللي معناها what اللي بالجملة. Not for questions. Just that's used in the sentence. In the beginning of sentence or in the middle of the sentence. مثال بنقول I did understand what he said. في العربي أنا فهمت اللي حكاه. إذن بستخدم اللي بمعنى what في الجملة مش في السؤال. نكتب المثال. فهمت اللي حكاه. وهيك بنكون درسنا اليوم ضمائر الوصل في الفصحى وهم أربع ضمائر. وأيضا درسنا اللي كضمير وصل وحيد في اللغة العامية. وأيضا درسنا اللي بمعنى الشرط condition وبمعنى what في جملة. شكرا كثير لكم. شكرا للمشاهدة. مع السلامة.